ما توقعتش قديش جميل المتحف، يعني زي كنا قلعة أو سفينة أو طيارة نزلت على الجبل، كتير إشي بيفتح الروح. ما توقعتش كمان قديش في ناس تيجي على المعرض، يعني لما كنت هون موجود أكبر مرة بلاقي طلاب داخلين طالعين، طب أنا مش شايف حتى قديش في ناس يعني الكبار جايين، بس قديش شفت أولاد صغار بيجوا بالمدارس. فهذه شغلة كتير أثرت فيه، واللي أثر فيه أكتر إني أشوف الجيل الجديد لو جيل يوسف لما كنت بالتوك تبعي اللي قاعد بيسمع لي في كل دينية، يعني ما لاحظتوش لحظة رمش، ما لاحظتوش شفته روح على اليمين، ما طلع في أمه بدي أروح. وزي ما حكيت أنا مع يوسف شفت ناس اللي بيقول لي اقطع، اللي بيقول لي اختصر، وأنا بدي أختصر، بس الحكي كتير والموضوع كتير عميق، واللي حكينا فيه مواضيع فلسفية تاريخية أدبية فنية، ويوسف كان بيسمع وبيسمع وبيسمع طبعا. بس أنا برضو اتضايقت شوي لأني ماخذ من وقت الناس، فلما خلصت التوك روحت لأول واحد ليوسف اعتذرت له، قلت له سوري متأسف إنه ال الوقت سرعنا. فقال لي يوسف لا بالعكس أنا كنت ياريت بتمنى أسمعك أكتر. هلأ أول ما شفته حبيته كتير، حبيت لما ستيف هون إجا عمل performance بشهر 4، لأنه هلأ هو كيف شرح بلكي في ناس حكوا إنه مش حلو خلص، بس أنا لا أنا كتير عجبني، كتير أنا كتير عجبني. وبعدين ستيف يعني حكالي إنه أول إشي ورجاني هو الصورة اللي هو عملها اللي وراي نومنز لاند، كتير عجبتني برضه كيف سوى الانجل، كيف اجت الصوره. يعني هلا هو ايش حكى لي؟ هو حكى لي اذا بتشوف هالنحلتين بجيب لك هديه. فانا ايش عملت؟ طلعت على الصوره كثير منيح، شفت هالنحله على الجنب، فانا حكيت هاي اول نحله. حكى لي وين ابن عمها، صرت ادور عليها كمان ولقيتها. بدور اي حدا في الدنيا من فلسطين وبرا فلسطين، وفلسطين موجوده في كل مكان في الدنيا، انه الأعمال هاي بكل سعرها بتبرع 100% للبرنامج الأطفال للمتحف. أنا بتمنى إنه الناس يشاركوا بهاي الحملة عشان الأطفال زيي ييجوا هون على المتحف الفلسطيني ويتعلموا عن الفن، عن التراث، على كل إشي اللي في فلسطين. وهذا الإشي كتير أثر فيي، تقدرش تتصور قديش، لأنه هذا خلاني أحس إنه في أمل بهالبلاد، خاصة بالمتحف اللي قاعد بزرع بذور للجيل اللي زيك اللي بشوف فلسطين بطريقة تانية. فأنا حبيت أعطيك هدية من قلب البلد القديمة القدس. أوكي؟ تذكر مشروعي اللي طبعت فيه على تراش من البلد؟ هاي شقفة من الحيطة من البلد القديمة اللي طبعت عليها الصور، وحابب أعطيك إياها عشان تضل الشقفة هاي بقلبك دايماً، تتذكر إنه فلسطين مزبوط مشقفة، بس مين اللي بجمعها بالآخر؟ إحنا اللي بنجمعها. هون كتبت لك إشي صغير إذا بتحب تقراه إلك، إذا الخط مش واضح احكي لي. لا لا كتير منيح، يسلم ايديك. يا هاد 5. بدي أعطيك كمان شغلة بس، الكتاب هذا عن العمل هذا، وحابب أكتب لك فيه شغلة صغيرة كمان مرة إلى يوسف. لا شكر، شكر مش إلي، شكر إلك. إلى يوسف. يوسف انت كثير الهمتني، فلسطين لسه فيها امل، طول ما في انسان واحد فلسطيني واحد بتخيل حياه حره هذه الارض لها مستقبل. والثانيه احلى يوسف.